مساء الخير على كل متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. معاكم احمد حلاوه ونشره اخبار الدرويش. لو اول مره تتابعنا بقى ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان تدعمنا وتسمع اخبار النادي الاسماعيلي اول باول ان شاء الله. خلينا نروح بقى الاخبار الممتعه والجميله لكل عشاق النادي الاسماعيلي في كل مكان. النهارده النادي الاسماعيلي بيعلن عن الصفقه الرابعه والصفقه الخامسه، واهلا بنصور قرطاج طبعا التوانسه اللي منورين الاسماعيليه والمحببين للنادي الاسماعيلي وجماهير النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي يعني على الصفقه الرابعه وهو نور الزمان الزموري. طبعا نور الزمان الزموري يوقع للنادي الاسماعيلي 3 مواسم وبعد الاجتياز الاختبار الطبي، واحنا عارفين ان الزموري من اللعيبه المتميزه وعندها خبرات في بعض الدوريات، وعارفين ان هو كان متالق مع الصفاقس وهيفيد النادي الاسماعيلي من خبرات خلال الفترة اللي جاية مع حمدي النقاز. وطبعا يعني في اخر، خلينا نروح لارقامه، في اخر 50 مباراة طبعا استقبل هدف اهداف 24 هدف وكلين شيت 26 هدف، ارقامه كويسة جدا واداء متميز. وفي اخر الفيديو هنتفرج على بعض اللقطات ليه، نتمنى تكون صفقة مربحة للنادي الاسماعيلي. نروح بقى على الصفقة الخامسة ومن سور قرطاج برضو ومهاجم الصفاقس فراس الشواطي. طبعا فراس الشواطي طبعا من اللعيبه المتميزه المهاجمين القناصين، انا بعتبرهم من المهاجمين الدوليين القناصين، واحنا عارفين غني عن التعريف في فريق الصفاقس، وكان من اللعيبه المتميزين جدا. انا شايفها ان صفقه مربحه للنادي الاسماعيلي، وطبعا بعد ما اجتاز الاختبارات الطبيه موقع للنادي الاسماعيلي خلال 3 سنين، وخلال بكره او بعده بكثير ان شاء الله هيكونوا متواجدين في التمرين. كل التوفيق للنادي الاسماعيلي خلال الفتره الجايه. خلينا نروح بقى للارقام. فراس الشواطي طبعا في اخر 154 مباراه صنع 20 هدف واحرز 48 هدف، عنده استخلاص حلو قوي، وهنشوف في اخر الفيديو بعض اللقطات ليه. طبعا احنا عارفين النادي الاسماعيلي امبارح اعلن عن المدير الفني الساعة 1:05 كان اقاله. طب ايه السر؟ طبعا احنا عارفين ان امبارح مهندس يحيى الكومي طلع وقال ان بعد ما تعاقدنا مع المدير الفني البرتغالي لقى ان مفيش رضا من جماهير النادي الاسماعيلي، وان شايف ان السي في بتاعه مش قوي، فقال لك نلغي التعاقد عشان خاطر نرضي ونفرح شعب الاسماعيليه. وطبعا هي على قد ما هي سلبيه على قد ما هي ايجابيه. السلبيه ان انت رجعت في قرارك في دقيقه، ودي مش حلوه قدام الناس كلها، لكن ايجابيه ان انت بتسمع للجمهور وبتسمع وبتشوف، ودي حاجه كويسه جدا. نتمنى اللي جاي يكون احسن ان شاء الله النادي الاسماعيلي. وبكره ان شاء الله هيكون خلال ايام هنعلن عن المدير الفني، وانا عرفت ان المدير الفني من يعني لو ما كانش مصري حسام حسن هيكون مدير فني الماني او ارجنتيني او برتغالي. واتمنى اللي جاي يكون احسن ان شاء الله النادي الاسماعيلي. ونخلص بقى في شبراوي والجزار، لان النادي الاسماعيلي بيفاوضك البنك الاهلي بيجري وراك ويروح يفاوضك، مش عارف ازاي. احنا بتحس ان البنك الاهلي بيشوفك انت بتفاوض مين عشان يروح يفاوضه، لان هو جرب الثلاثه بتوع وادي دجله بتوع السنه اللي فاتت اللي كان علي ابو جريش هيجيبهم ورفض عليهم طلعت يوسف، فراح جابهم البنك الاهلي عمل معاه شكل مختلف تماما. فالطبيعي ان هو لازم يلاحق النادي الاسماعيلي في كل صفقات. ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله، ونشوف النادي الاسماعيلي في احسن حال.